صباح الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين ومستمتعين بالفيديوهات بتاعتي، وشكرا للناس كلها اللي بتتابع الفيديوهات بتاعتي وبتتفرج عليها. المهم، امبارح وزنت، كان بقالي كام يوم بوزن زي ما انتم شايفين، فالميزان بتاعي كان ثابت الى حد ما، فاضطريت ان انا ازود الاكل اكتر ما انا باكل. وزودت الاكل امبارح، فتعالوا نشوف الميزان النهارده. المفروض بيفرق حاجات بسيطه، فتعالوا نشوف الميزان بتاعنا هيكون كام النهارده. نقول بسم الله. هوبا، 89 و400 جرام. زي ما انتوا شفتوا كده الميزان زاد بتاع كيلو. مش حاجة بسيطة ولا حاجة، بس الكاميرا كده كده بتوزن معايا برضو، ف نوعا ما كويس. فخلينا نتابع برضو الميزان بتاعنا كل يوم. ممكن البطن تكون مليانة النهاردة شوية، فخلينا نتابع ميزان تاني كل يوم لحد ما نوصل للجول بتاعنا، والجول بتاعنا هو 95 كيلو. تعالوا بقى نفكوا في تمرين بوش حلو قوي النهارده. طبعا واحد زي الجماعة، انت بتزاولني يا قول يا ربي، ايه الحشوة الغريبة دي؟ هسألك عليها جايبها منين؟ انت بتبيع معالي الشوكولاتة؟ بارك ولا عادية؟ دارك. جيت على الجرح، جيت على الجرح. اه صح. عاشق للدارك. خد. كل كمل. امسك يا جماعة. اخد اخر حتة. خد بس. والله انت واخد. بس اخد كلت والله، انا كلت الوش كله بتاع الملعقة. اسمع مني بس. امسك بس. خد اخر حتة. خد والله انت. والله لك. خلفت بيه. والله. اخر حتة، اخد اخر حتة. اخر حتة فين اهي؟ خد اهي. ماشي. ف الميزان بتاعنا الحمد لله رفع، هنشوف بكره هيثبت ولا هينزل تاني. عندنا تمرين النهارده بوش، بس مختلفه عن التمرين بتاعت اول اسبوع. ليه بقى مختلفه؟ عشان بنحاول ننوع في التمرين شويه. دخلنا 3 اشكال المره اللي فاتت او 4، 3 تقريبا، كان دمبل، انكلاين دمبل، والوان ارم فلاي. النهارده ندخل الاجهزه برضو، وهيلعب برضو النهارده في فشل عضلي كتير. ف يلا بينا نطلع نسخن، نشرب القهوه بس الاول، بعد كده نطلع نسخن. بس نبدا دلوقتي التسخين المعتاد بتاعنا. مباراه جايه برضو متاخر شويه النهارده، مش متاخر جامد بصراحه، نص ساعه كده ولا حاجه. يا رب كتفي ما يقفش عليا تاني. اعكس. خلصت عادي عادي بقى، خلاص بقى، خلاص بقى البتاع شغاله بقى. ورايكم من كل الزوايا، كوعك ما بتنيش. ها صباح 9 ايزي، 10 1، اوب، 2 3، كمان 3 4 5. ادخل برضو موبايلتي للكتف. انت فاكر البوست لما اقف كده بالميل، بعد كده الكوع تنزل في الحيطه، تبتدي تزق ايدك واحده واحده تحت، ما تضغطش عليها جامد لحسن كتفك يتخلع. خمسة ستة ده بيشغل الكتف، المفصل بتاع الكتف بيعمل له مرونة. خلص، ننقل برضو الناحية التانية. بعد كده هنخلص هنا
ونروح نسخن على الروتيتر كاف على الكيبل اكسترنال وانترنال. هندخل دلوقتي اكسترنال وانترنال روتيتر كاف عند الكيبل ونرفع المستوى بتاعها جنب كوعك. ماشي، ممكن نطلع بيها واحدة من الكوع يبقى في 90 وزن خفيف. نبدأ نفتح لبرة 20 عدة 3 4 5 6 7 8 9 10. كوعك ثابت ما بتحركش. 3 تدخل لجوه الآخر 4 5 1 2 3 4. زي ما انت تبعد شوية بس تبدأ تقفل لجوه بالإيد التانية. 6 7 8 9. برضو كوعك ثابت 4 5 6 7 8 9 10. دي أخف شوية فممكن نلعب عدات تانية أزيد. 5 6 7 8 9. وبعد كده بتلف ظهرك وتعمل نفس اللي احنا عملناه بس العكس، بس دايناميك كده الاول. بعد هنسخن دايناميك الاول بعد كده. اه سخنت انت صدرك كويس؟ هنعمل بس كده. ماشي، نبدا. 5 4 10 1 2 3 4 5 6 8 9 10 2 3 6 7 8 9 10. خلصنا الديناميك، ندخل ستاتيك ستريتش وضع الثبات شويه. نروح عند المرايه زي دي كده مثلا، حط ايدك على الحيطه وابتدي تستريتش للصدر والباي والكتف الامامي بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده بنعكس الايد الثانيه نفس الكلام. بعد كده هتدخل هي بس هتبني كوعك بالشكل ده. تخلي ايدك كده زاوية 90 كده، تحطها على الحيطة او تحطها على العمود اللي انت هتسند عليه. تبتدي تاخد خطوة بس لقدام وتسترتش. نعكس برضو الناحية التانية نفس الكلام اهي. حاجة للكتف للرقبة، تفرد ايدك بالشكل ده كده كده، تبتدي تنزل مايل رقبتك. الناحية التانية نبدأ بقى ايه اول تسخينة على بنش بريس ماشين اللي هو الجهاز ده. فلات عامة بحب ارفع الكرسي على قد ما اقدر عشان اعزل كتفي. شيل اقصى حاجة في الجهاز، نظبط الوزن بتاعنا، نلعب اول مجموعة بوزن خفيف. تسخين عدات كتير بس لو انت بتحس بكتفك شغال اكتر في الجهاز ده او في التمرين ده فلازم تقوس ظهرك، او هي حركة اسمها قرش. تقوس ظهرك وتخلي كوعك لتحت مش كوعك لفوق علشان تشغل عضلات صدرك اقصى استفاده واقصى درجه. فبنعمل قرش نقوس ظهرنا بحيث الكتف من ورا لازقين وسطنا، مش ظهرك من اللور باك مش لازق على الجهاز. تبتدي تزق 2 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
وزن قتل نسخن كويس قوي عشان اول وزن هنلعب بيه هنلعب وزن تقيل وهنقفل الجهاز غالبا ف لازم نسخن كويس. حصل لك ايه في رجلك؟ اصلي الظهر جيت وانا اصلي الظهر فجاي ايه سجدت فجاي بعد السجود اقعد عادي خالص مفيش حاجه. ايوه والله كنت يعني الحمد لله كنت هطلع من الصلاه والله اصور استغفر الله العظيم يا رب والله ما شدتش رجلي والله العظيم الحته دي شدت عليا. ايه يا كابتن عبد الله بس خليته يعمل كده والله العظيم ما عارف اقول التشهد مش عارف والله. طب ما بين السجدتين دي ثانيتين ماشي ما بين السجده والسجده ثانيتين خليك تكفر لكن والله العظيم جاي عايز اقول التشهد مش قادر والله هعيط. انت اللي سخنت امبارح بس شويه. ايوه نسخن المجموعه الثانيه ان شاء الله. واحد عشرة دي مجموعة التانية تسخين وفي واحدة كمان تالتة تسخين بوزن أقل من كده بس عدات أقل. تسخينة الأخيرة ونبدأ بعد كده أول مجموعة جاهزين. المرة اللي فاتت لعبنا ب 103 الجهاز كله ب 130 الجهاز كله 10 عدات. فالنهارده هنجيب كام عده؟ مش عارف، نتمنى ان احنا نجيب 11 12 عده. بسم الله. اوش. تلاته. اربعه. خمسه. سته. واحد. اثنين ثلاثة أربعة بابا اوكي كده كسرنا الوزن بتاع يعني العدد بتاع الأسبوع اللي فات بوزن نفس الوزن عشان ما فيش وزن أكتر من كده كسرنا بيه عدتين زيادة. جاهز يا معلم؟ روح يا باشا يلا روح يا بيشو ايزي ما شاء الله جامد. قوة ظهرك صدرك فوق يلا بوش روح جامد ايزي جامد الله اكبر هو ده جامدة؟ حلو ماشي. ندخل دلوقتي المجموعة الثانية مش هقلل الوزن بصراحة هنلعب برضو يعني ممكن نلعب عدات أقل بس هثبت الوزن 130 بسم الله. دخلنا وقت راحة طويل شوية عشان نعرف ندخل المجموعة الثانية مرتاحين بسم الله. واحد اثنين هنجيب 12 ثلاثة إن شاء الله أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فيها تاني الحمد لله فتطور ملحوظ الحمد لله بسبب الأكل. الناس اللي بتسأل ازاي ترفع أوزانها في الجيم تاكل كويس تتمرن كويس بشدة كويسة تلاقي أوزانك ترفعت. جاهز يا بيشو؟ روح ايزي احسن ترايسبس جامد يلا وزير جاهز روح بوش
2 3 جامد 4 5 ايزي 6 7 8 روح 9 one more اوكي رايح جامد. تعالى اقول لكم على تركية كده عشان مو جدع خضتني. ايزي يا احلى. ايوه روح يطلع يجري ورايا دلوقتي. طب اقول لكم على حاجه بسيطه بس ايه، لو انت ما بتعرفش تطلع بالوزن زي مبارك كده، قلل الوزن بتاعك، العب بوزن مناسب يعني ما يكونش خفيف قوي يبقى تقيل، بس ان انت تلاقي صعوبه السنه وانت بتلعب بيه. بس المهم ايه، انت طلعت بدل ما تنزل لحد هنا، لا انزل لحد الاخر، نزل الوزن خالص وبعد كده ابدا تطلع تاني ونزل الوزن واطلع تاني وهكذا. كرر العداد بتاعتك ال 12 ولا 15 ولا 10 عداد بنفس الطريقه، هتلاقي الموضوع فرق معاك جدا فيما بعد في طلعه الوزن، علشان جسمك وعضلاتك ما بتكونوش متعودين على الطلعه من الاول، فانت دلوقتي بتاهل جسمك وعضلاتك وبتكبر الالياف الزياده اللي هي بتيجي من تحت خالص في الطلعه دي. رب تكون استفدت. تعال ندخل على الشكل الثاني، احنا خلصت المجموعتين الثانيين بس كان في دوشه جنبي فما عرفتش اصور، فتعال ندخل على الشكل الثاني مع بعض. هنلعب دلوقتي انكلاين فلاي. جاهز ده؟ جاهز ده صعب جدا. حط الوزن من ورا من هنا كده، بس لو انت اول مره تلعبه حاول تلعبه فاضي لحد ما تظبط التكنيك بتاعك. ومهم قوي وانت بتقفل وانت بتيجي تاخد الوزن الاول تبقى مقرب البتاع الجهاز منك شويه، ما تاخدهوش وكعانك الاثنين مفتحين علشان ممكن يجيب لك مزق في الباي والصدر. ف ضم ايدك وانت بتسحب الجهاز وانت بتفتح كوعك برده متني، علشان لا قدر الله ما يحصلش قطع او تمزق في الاربوتري، ف ما تفتحش الاخر قوي. بسم الله. واحد 2 3 4 5 1 2 4 اوكي. لو ما نزلتش النزله دي ونزلت فتحت دراعي انا متاكد 100% ان هيحصل اصابه، فبلاش تفتح ايدك وبالذات لو انت شايل وزن تقيل او الوزن تقيل عليك، مش شرط ان الوزن تبقى حاطط وزن تقيل وانت اصلا لسه مبتدئ، فالوزن اصلا هيبقى تقيل بالنسبه لك. فخش يا بيشو. يلا روح جامد. جامد ايزي. واقفل الوزن بتحط من هنا ومن ورا، كل دراع مختلف عن التاني فلازم تخلي بالك وانت بتحط الوزن هنا تحط هنا. زي ما شفته قفل كوع وهو بيحط بيرجع الوزن او بيرجع الجهاز في وضعه الاساسي. تعالوا اوريكم البمب دلوقتي في صدري عامل ازاي. خليني اقف في حته مش فيها نور شويه. ايوه حلو قوي جدا. ثانية واحدة. ايزي. حلو البومب. انا عايز اشد على دراعي شويه بصراحه. ده الوزن بتاعنا دلوقتي زي ما شفتوا الضهر.
اكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفورمه بتاعه دلوقتي، وهنعرف نوصل لل 95 ولا مش هنعرف؟ نلبس بقى عشان الناس كانت تبص. اوكي اوبا هندخل مجموعه ثالثه دلوقتي، هنزود وزن ونلعب 10 عدات من 8 ل 10 على الانكلاين فلاي عضله الصدر. نزود دلوقتي 5 كيلو هنا و5 كيلو كلكم امارات ايزي. روح جامد احسن نفس عشان اللي زيك مش لاقي. ايه يا صاحبي؟ لا ده انا بقول حكمه بس. بقول لك ايه حكمه؟ بيقول لك انا بربل بواقي عشان اللي زيك مش لاقي. ابعتها له مش هتجيبك. هم هنزود 5 هنشيل الخمسة وحط 10. عايز اقول لك على حاجه. اوبا هات متي يا صح. هات متي يا صح. حكمه بيقول لك لو ما لقيتنيش حكها في النيش. خش يا حبيبي. عرفت ليه ان ده عيل موزق؟ والله عارف اهلك كانوا مشغولين في الرباية عنك. اقول لك حكمه يلا وحط ال 10 يا رب. عاش بسم الله. عاش يا بطل. 3 بوم. تهزين للي بعده. ندخل دلوقتي للشكل الثالث لعضلة الصدر، وهو كلوز جريب بنش بريس على الجهاز. بس هديكوا تكنيك بسيط كده علشان ما تشغلش التراي، ونركز اكتر على عضلة الصدر عشان هو الكلوز جريب غالبا بيشغل التراي بشكل اكبر. ف هقول لكم التكنيك دلوقتي على الجهاز على طول. يا رب بس الإضاءة ما تقفلش مننا. نحط ثانية واحدة اقول لك الوزن. الإضاءة غمقت عشان الشمس ورانا. هلو 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 فوكس اون مي بليز. طيب ثانية واحدة. ده الجهاز بتاع الكلوز جريب بريش. كلوز جريب بنش بريس. كوعك بره شويه. ها ايوه افتح كوعك شويه كمان. هي دي بقى التركايه، ان انت لو قفلت كوعك هيشغل معاك التراي يعني وش كام يا صاحبي؟ 10 بالعافيه. الله ينور. لو قفلت كوعك بالشكل ده كده بالشكل ده هيشغل معاك التراي، يعني هتبقى العمليه تراي اكتر من الصدر. فهنفتح بس كوعنا بزاوية شوية عشان نشغل عضلة الصدر. نقعد الكرسي نقدر نبص الكاب كده. ايه؟ بسم الله. 2 3 4 5 1 2 4 3 ايزي ايزي ايزي. ما بلاش يا صاحبي ما بلاش. خليك فاكر اني قلت لك بلاش. خش يا باشا جامد. كوعك بره سيكا. يلا روح جامد.
ايزي. احسن تراي جامد. روح ولد ماشي صح. حطه طب بدل ما تعرف كده هساعد الراجل وحط الوزن. المجموعة التانية ما بيشو مش هيعرف يجيب العشرة. هتعرف؟ مش هتعرف. لا اوه جامد. الله اكبر. كام؟ 9.5 8.5. حلو قوي موت. ماشي خلاص يا صاحبي هاتني من جنب من هنا. يلا ماشي بسم الله من هنا كده عشان الاضاءة. ايزي جامد. بسم الله بوش بوش. 2 3 1 2 فيلير. ها هو ده الفشل العضلي يا جدعان، ان انت خلاص ما عادش في مجموعه ثانيه عده ثانيه فيش. انت بتطلع اصلا بتطلعوا الروح وروحك بتطلع بعد العده دي. في حاجه اسمها مصر كده والله نسيت مش فاكر اسمها. المهم يعني ان انت بتزق حد بيبقى معاك بيزق لك الوزن هو في العده الايجابيه وانت اللي بتتحكم في العده السلبيه. فبفتكر كده اسم الطريقه دي واقولها لكم. يا جدعان يا جدعان الراجل عايز يدخل بنفس الوزن اللي احنا عايزين نلعب بيه اللي هو اللي احنا بنلعب بيه 150. بص وانا قلت له بلاش سيبه بقى سيبه بقى. لا انزل لا انزل. ها نزلت نص العده دي ما تاكلش معايا. ما قلت لك يا صاحبي. هو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه في اول فيديو عملته ليا. قلت لكم اوعوا تسخنوا على حد في التمرين علشان انت اللي تزعل. ربنا سيطرها وما تصابش. رجع في كلامه وفكر تاني نزل الوزن. بس 5 6 دي المجموعة الأخيرة هنلعب فيها 15 ل 20 عدة. فيلير برضو آخرك. قللنا الوزن 50 هنا و 25 هنا و 25 هنا. جامد. عايزين بقى ايه نولع فيها خالص. ايزي جامد. الله اكبر. ها ها جامد. روح لسه فيها لسه فيها لسه فيها. روح 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 روح. لسه لسه جامد. فوق. الله اكبر عليك. بسم الله احلى بيت بقى. امسح 7 9 1 2 3 4 امسح 7 10 2 امسح. هندخل دلوقتي على ترايسبس صح؟ نريح الكتف شوية بعد كده. الأول هندخل تراي عم الكتف يريح وبعد كده ندخل الكتف. يلا بينا بس نشرب شوية مية وبعد كده نكمل التمرين. نلم العزال بتاعنا دلوقتي ونطلع على تراي سيبس سيبس. هنلعب دلوقتي اول شكل معانا وهو الكيبل كيك باك. ممكن نلعبه واحنا واقفين. وان ارم بوش داون بس
انا بصراحه بحب الكيك باك واحنا رايحين دهرنا سيكا كده. تعالوا اوريكم نلعبوا ازاي بتكنيك صغير برضو عشان تجيب اخر الترايسبس معاك. فنلعبوا على الجهاز بتاع الون ارم كيبل سيت رو. واو هنا ثانية اشوف لك الوزن اللي احنا لاعبين بيه. 22 12 يلا من 12 ل 15. كوعك فوق يا بيشو. تركها بقى فوق ان كوعك يبقى فوق سك فوق سك ايوه فوق فوق ظهرك. تركها هنا ان انت كوعك يبقى فوق مستوى ظهرك بدل ما هو يبقى كده جنبه بقى خليه فوق خالص والعب. جيب معاك التراي زي ما بيقول الكتاب. جامد روح ايزي ايزي ايزي. بسم الله وندخل بسم الله. ضهرك مفروض ونازل لتحت وهوب كوعك فوق وافرد يا باشا. عايز تمسك في الجهاز امسك. 4 5 1 2 3 4 2 4 اوكي. ندخل الدراع الثاني. 2 3 4 5 6 7 8 10 2 3 one more اوكي. هنلعب هنا برضو اربع مجاميع. هنلعب 15 15 و 12 و 12 بس. يلا يا صاحبي ركز في التمرين يا صاحبي. يلا عايش ايزي. امسك من المقبض نفسه عشان دي ما تضايقش. لا لا من المقبض نفسه من الحبل من ايوه من هنا. افرد ضهرك شويه كمان. يلا كوعك فوق فوق ظهرك ايوه روح. 2 جامد هو ده. عاش يا دبابه. دلوقتي الشكل الاخير للترايسبس. هنلعب روب اوفر اكستنشن على الكيبل. بس نحاول نظبط الزاويه بس شويه كده. اوكي بسم الله. عشان تاخده تقف جنبك مسك الحبل لف وسطك حط الحبل فوق دماغك وافتح بوش. 2 3 4 ما تتنيش رقبتك. 5 6 8 9 2 اوكي 15 في اربع مجاميع. هنا 15 في 12 بعد كده ندخل على الكتف واوريكم تمرين الكتف جانبي من الاخر. شوف هندخل دلوقتي مش عارف الاضاءه تقريبا مش ظابطه. نفس الوزن تاني. اوب تلاته اربعه خمسه اتنين اربعه اتنين اربعه اوكي ايزي يا عزيزي. هندخل المجموعه الثالثه والرابعه. 12 عده 12 عده هننتقل الوزن خلاص. جامد بقى 20 ساعة قاعد يستعرض عضلاته علينا في المراية. المجموعة الثالثة كبتر والدنيا باظت خالص. ثانية واحدة هوب
هنا بنتمرن النهارده بوش، ومبارك قرر في نص تمرينه التراي يدخل ظهر. يا ابني هديك بالرجل. اخر واحده هنا زي ما هي، روح زي ما هي يا باشا. جامد عاش. هنا بيشو ما بيفردش الحبل للاخر عشان عنده مشكله في كوعه، ف لما بيفتح الحبل للاخر كوعه بيتعبه فمش بيفتح الحبل. مش تقيل عليك شويه يا صاحبي؟ عادي. طب افتح يا صاحبي الحبل للاخر. ايوه كده، وارجع يا باشا شويه كمان. ارجع يا باشا. روح. لا مش روح، سيب الوزن. جامد. اخر مجموعه للترايسبس هنا نفس الوزن اللي هو اللي هنلعب بيه 12 عده. يلا بينا. بسم الله. امسى ايم. اوكي حسنا برقص الحبل. تعال بقى ندخل على تمرينه الكتف الجانبي والكتف الامامي. نشرب شويه ميه قبل ما نلعب، ناخد نفسنا، لمينا العزال الاول. بصوا بقى يا جماعه، الاسبوع اللي فات عملت حركه صعبه. عملت ايه في الكتف الجانبي؟ جبت ال 20 كيلو رفرف تمام واحنا واقفين، واديها يا باشا لحد ما تنمل وتقف منك، اديها للفشل العضلي في عضله الكتف الجانبي. لعبت بال 20 كيلو، تفتكروا كام عد قبل ما اقول؟ لو خمنت صح اكتب لي في الكومنتات، لو ما خمنتش صح لعبت 20 عده بال 20 كيلو. بعد كده رحت مزود، بس كنت خدت وقت راحه اطول شويه عشان كده جالي تليفون. لعبت بال 22 عده برضو 20 عدة. لعبت بال 20 كيلو 20 عدة. بعد كده رحت مقلل الوزن شوية، لا مقلل الوزن ايه؟ زود الوزن تاني، ورحت لاعب بال 24 كيلو 17 عدة. ولعبت بال 26 كيلو 14 عدة، أربع مجاميع للفشل العضلي كلهم. ولعت في الكتف الجانبي ما كانش فيه نفس. فده اللي احنا هنعمله تاني النهارده، بس هنحاول مش هنزود وزن، هنحاول نلعب بس ايه كام عده زياده، وهو ده البروجريسيف اوفرلود او الحمل التدريبي اللي هيبقى على الكتف الجانبي زياده النهارده. اتمنى ان احنا نعرف نكسر ال 20. فخلينا نبدا الاول بس بال 22 على طول، نحاول نجيب 20 21 22 عده. يلا بينا. 22 كيلو هنلعب 22 كيلو. اخرك لا هنلعب يعني 20 21 22 23 24 حسب ده. البلك باين عليها يا جماعه ولا لا؟ الناس اللي بتقول ان هي بتاكل الاخضر واليابس وما بتتخنش، انت مش ما بتاكلش الاخضر واليابس، انت متهيئ لك انك بتاكل الاخضر واليابس، الا الناس اللي عندها مشاكل في الغده او مشاكل صحيه يعني، ودي قصه ثانيه. بس معظمنا ما بياكلش الكميات اللي هو المفروض ياكلها، فعشان كده ما بيتخنش. زي مثلا الفتره اللي فاتت، كام يوم اللي فاتوا ما كنتش باكل احسن حاجه، بس انا باكل كتير جدا فعلا يعني، بس ما كنتش بحسب. ميزاني ثابت وباكل كتير جدا يعني، مفيش حد طبيعي ياكل كده يعني. لا وزنت الاكل اللي انا بعمله وحسبت السعرات بتاعته، طلعت ان انا باكل قليل شويه، فاضطريت ان انا احسب واظبط المعادله تاني عشان اكل زياده. وبس هنشوف بقى الايام الجايه ان شاء الله لو هنعوز ناكل اكتر ولا لا. فين ال 22 يا باشا؟ هنا اهي. يلا حبيبي يا صاحبي. بسم الله. عادي يا صاحبي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة
عندي 10 موح 3 ما 6 7 8 9 10 فيها تاني يلا 1 2 اوكي يا ضي ما 25 عدة ب 22 كيلو. انت بتلعب كام وكم عدة؟ جاهز؟ 24. تعال بقى اقف هنا. العميل رقم 24. العميل رقم 24 اقف هنا اجيب لك التاني. انا هحاول ادور عليها. اقف رايح انت بس خد نفسك. هروح ادور عليها. مسك عليها زلة. يلا بس روح. عايز كام عدة؟ اخرك. اخر برضه برضه اخري. ايزي. 3 4 5 6 7 جامد 8 9 10 2 3 4 5 6 ايزي 7 8 9 حط على الارض حط على الارض ماتت. جربوا التمرين ده بس لو بقالكوا فتره يعني في مره بقى لو واحد جديد بلاش. جاب 20 هحاول اجيب 22 بس ما تقولوش اه يا رب. بسم الله. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 يا ابو يما الناس جامايكا ما قدرناش نجيب واحد 20 عدى حس اصلا. اه جاد ايزي 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 26 يلا بينا. انتوا ليه يا بيشو؟ تعالى تعالى احكي لنا القصه اللي حصلت معاك. كنت رايح الجوازات الصبح فثلاث ارباع تيشيرتاتي كلها اوفر سايز التيشيرت بقى مسك. انت عارف اليومين دول عاملين احنا نشد والبالكينج الله ينور. فوقفت تاكس فبيقول لي فين؟ بقول له الجوازات. فهو شكله شاف التاتوهات بتاع لك ده مش ايه مش من البلد او عارف شويه عربي. وصلنا لحد هناك فمطلع له 35 جنيه فبيقول لي ايه ده؟ قلت له فلوس هتكون ايه يعني؟ قال لا يا باشا 60. قلت له نعم. راح رجع لورا قال لي اللي تشوفه. قلت له ايه؟ هاتوا الخمسه خد 10 جنيه هي 40 جنيه حلوه عليك من صبح الصبح. انا مش اجنبي ها. الجيم برضو بيعمل للناس هيبة والله العظيم. ثلاثة يعني يدخل المجموعة الثالثة للكتف 26 كيلو. جامد يا بيشو ايزي. هنشوف بيشو هيجيب كام ان شاء الله نحاول نعلي عليه. جامد اي خدمة 20. الله اكبر عليك. بيشو جاب 20 عدى بال 26. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
واه دي لسه لسه ها مين كمان ايوه ايوه يا ماما ايوه اه ايلي وي عامل رقم 28 لا كتف جانبي كده تمام لا لا تمام يلا يلا نموت خالص انا خلاص انا اروح نجيب ماما ماما يا باي يا باي يا باي الاكله دي عايزه شويه كم سنه كمان شويه جنبنا نفسه كل شيء ده مش جمبري باشا ولا رحت شويت كيلو جمبري كده قعدت ازعس فيه امبارح في العشاء كيلو جمبري بتزعس فيه؟ اه والله اه والله مش ده بروتين ده بقى هو في السوبر اه ايزي ما فيهوش بروتين سمك قليل بيشو لعب تاني بال 28 كيلو جبت كام يا بيشو؟ 18 لعيب جمان لعيب مرار طافح مرار طافح 28 كيلو ده وانت اسفل عدى اه ياما جايين قلت 18 ولا 16 متأكد انا عايز اعيط يا رب يلا باشا ما انسى الفور ارم ولعت يلا راح اثنين اوه خلصت التمرين اللي بعدها التمرين اللي بعدها جربوا الحوار ده يا جدعان دلوقتي يا شباب كتف امامي على السميث بس عشان زي ما انتوا عارفين كده ان انا عندي اصابه في كتف الامامي فالاوزان بتاعتي ما بتبقاش عاليه قوي في الكتف الامامي بالذات فبلعب تيمبو عالي موفمنت بالراحه يعني هوريكوا الوقت مع بعض يلا بيشو حط الاوزان وظبط الاوزان عمال وانا رجعت الاوزان اللي كنا بنلعب بيها هو بيلعب لكم هاش جامد ايزي روح جامد الله هنا الوزن 20 كيلو ايه انا صح بسم الله انا لبس الكبد ده كده معلش لو في خلوشه حصلت بسم الله ستة واحد خمسة ستة اثنين ونموف اوكي بيس 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 تمرينة الكتف الجانبي عاملة ايه معاك؟ موت بص 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 اعمل ايه؟
مش عامل زي المرضات. وسع ايدك شويه مبارك، وسع ايدك شويه تبقى نفس مستوى كتفك. ايوه يلا يا باشا جامد، انزل براحه مبارك. اوكي كوعك قدام، كوعك قدام، تنزلش قوي كده. هوب انزل لحد دانك واطلع جامد. عاش 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 جامد. ايزي عاش يا صاحبي. بسم الله خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربع مجاميع. احنا لعبنا 15 تاني، ممكن نلعب نزود حاجة بسيطة ولعب 12. جاهز؟ خش يا صاحبي، خش يا اخوي. ايزي ايزي ايزي. جامد عاش يا صاحبي. يلا اخر مجموعة على الكتف الامامي، زودنا 5 كيلو هنا و 5 كيلو هنا، يعني بنتكلم هنا 25 و 50 كيلو على السميث. هنلعب 12 عدة برضو، تيمبو عالي. خلصنا، هنلعب بس شوية كارديو 20 دقيقة كده وخلصنا الفيديو النهاردة والفلوج. يا رب يكون عجبكم وبتستفيدوا كده ومبسوطين بالفيديوهات. استنوني بكرة في تمرين البول تانية مختلفة برضو عن التمرين الأولانية. متنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب والحاجات الحلوة دي. أشوفكم إن شاء الله بكرة. Peace.